بعد اليوم الجميل دوت والكلام الجميل اللي احنا سمعناه، مش عارف اقول الكلام ده ولا اقول الكلام اللي في نفسي. هقول الاثنين يعني، هقول الاثنين، اسمحوا لي. اللي في نفسي، طيب هقول اللي في نفسي وهقول الكلام ده برضه عشان ما حدش الناس اللي كتبته ما تزعلش. صحيح. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، وكل سنه وانتم طيبين جميعا. بمناسبه اليوم ده وبمناسبه شهر رمضان الكريم، كل سنه وانتم طيبين ومصر والعالم كله بخير وسلام. والحقيقه هاخد من الكلام اللي يعني كان احمد رأفت مع الناس الطيبين اللي هم اهلنا اللي في الشارع واللي قابلهم واتكلم معاهم، وحبدا بس بكلمه كده واحده الاول ابدا بيها، اللي هو قال ايه، هي الست المصرية يعني صعبة شوية ولا حاجة؟ لا 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 لا، أنا بتكلم صحيح. هو الفكرة كلها إن الست إنسانة رقيقة وحساسة جدا، وإحنا كرجالة ما بناخدش بالنا من الحاجات دي. آه صحيح صحيح. بالمناسبة هو ربنا خلقها كده، هو خلقها كده ربنا سبحانه وتعالى، واحنا لو فهمنا ده، احنا كلنا فهمنا ده. انا بتكلم على مش عليكم انتوا، علينا احنا يعني، على الرجاله يعني، الرجاله يعني. يعني فاقصد اقول هم لو فهموا كويس ان هي يخلي باله من كلمته ومن تصرفه في أي مرحلة عمرية، يعني من وهو صغير لغاية لما يكبر في أي وقت يعني، أو خد باله من النقطة دي وانتبه بيها واتعامل في الشغل كده مع زميلته، في البيت كده مع أهل بيته، سواء كان زوجته أو بنته أو أخته، لو خد باله يعني وانتبه للنقطة دي، مش هيحصل رد الفعل اللي ممكن أحيانا بيبقى هو مش متوقعه يعني ما هو مش متوقعه بقى، ما هو مش عارف هو بيعمل ايه.